ده البار الاستبعاد اللي انا مش عايز اعمل عليه اي معاملات بنسميه بار. تمام العودين بي لو احنا غيرنا اللغه هنا هوت لامريكا تمام هتلاقي بقى دي ان بي. بعد تمام كده الدراي اوف انا كده بسجل، فانا هبعت لك الفيديو. الدراي ده اللي هو البار الجفاف ده 14 ونسبته 9%. تمام لو انا بعد كده هنا لو انا ضغطت على الترس ده بيقول لك ان هو انت عايز بقر، لو البقره استبعاد وجفاف، لو البقره استبعاد وجفاف احطها لك في الدراي ولا احطها لك في البرد؟ تمام تمام. فانت بيقول لك كده لو انا علمت هنا بيقول لك لو بقره استبعاد وجفاف احطها لك في البرد. تمام عشان ما تنساش. الكاوز ده مجموع الارقام دي كلها عدد البقر اللي في الحضيض. اليونج ستوك دي العجلات والعجول الصغيره، لو انا وقفت عليها كده بيقول لي عندك اقل من سنه 35 عددهم واكبر من او يساوي سنه 80. ده مزرعه ماليه اكتر؟ لا لا ده لا ده حاجه تانيه خالص. لو انا ضغطت على العلامه دي اللي هي الترس بيقول لك اوريك اليونج ستوك في المربعات دي، بدل ما هي بتديك البقر اديك اليونج ستوك اللي هو الهيفرز ادي عليها. لو انا ضغطت على هنا وضغطت اوكي هيعمل ده، بس هتاخد وقت مني يعني، فانا مش هعملها دلوقتي. البيف دي اللي اقول التسمين اللي عندي 44. بعد كده بقى عندك شويه تنبيهات، ده نظره عامه للقطيع كله. التنبيهات دي بقى بيقول لك ايه؟ ان عندك 102 بقره في الهيت. يعني 102 بقره في الهيت؟ مش في السياع. بص الفكره كلها الليجبل بيقول لك ان البقر ده سواء عدى الفرنتي كويتي بريود او المفروض ان البقر ده جات له شياع قبل كده والمفروض يتسجل. ال 102 دولت بناء على التسجيلات اللي عندي متقسمه لسايكلينج، دي بقره تسجل لها هيت والمفروض ان عدت الفتره من 18 ل 25 وما تسجلهاش، فالمفروض انها ايه؟ سواء تسجل لها هيت وتلقحت او ما اتجسدش لسه. تمام؟ الاوبن ده اللي عدى الفولانتي جريتر بيريود والمفروض يتلقى، فهو لحد دلوقتي اوبن. طيب بعد كده البريجنانش تشيك عندك 9 بقرات المفروض يتجس، وصل العمر الجس بتاعه. الدراي اوف عندنا 47 بقره المفروض يجفف. تمام. الكوفينج 51 61 بقره المفروض هيولدوا. المربعات اللي فوق الحمراء دي معناها البقر اللي متاخر، يعني انا عندي 9 المفروض يتجسوا في 9 متاخرين على الميعاد بتاعي. الدراي اوف 47 في 44 واحده اتاخروا. طب بناء عليه هو بيعرف ان دول تتاخرهم، لما انا باجي اعمل البريست بتاعت ده بقول له اعتبر البقره لو عدى الميعاد بتاع التكفيف بتاعها او ميعاد الجس اعتبرها انها متاخره، مثلا لو عدته بثلاث ايام، لو عدته باربع ايام. فانا لو دخلت على هنا مثلا دراي اوف ضغطت عليها هيطلع لي هنا القايمه بتاعت البقره اللي المفروض يتجفف، بس انا هنا طبعا مش عاطيني هو متاخره ولا ايه. ليه بقى؟ لان انا هنا لما انا ضغطت على دي في طريقتين عرض، في طريقه عرض اللي انت شفتها دي وفي طريقه عرض اسمها الهيردسمان اكشن ليست. هيردسمان اكسل ليست دي الدراع اليمين للمهندس او ال بتغيره؟ ايه؟ كليك اليمين وانت لا بتك على اللي فوق دي سيتنج؟ سيتنج. لو انا دخلت عليها تاني انا عدلتها خلاص كده بقى هيظهر لك هيردسمان اكسل ليست دي متاخره كام؟ المفروض انها تتجفف في التاريخ ده، المفروض كانت تتجفف 9/3، بيقول لك متاخره 66 يوم. تمام؟ دكتور حمزه الشاي يا باشا نستاذنك. بص اشرب شايك براحتك. تمام. فبيقول لك دي الكومنت بتاعها. طيب لو انا فلترت على الكومنت ديت لسه مش متاخره، دي المفروض تتجفف 6/11. تاريخ البرنامج بيبقى بنفس صيغه التاريخ بتاع الكمبيوتر، لو انا شهر يوم سنه هيبقى شهر يوم سنه، غيرت دي هتتغير تواريخ في البرنامج كلها. لو لاحظنا هنا في التقرير ده بيدينا الستيتس ان البقره مجرد ما اشوف جنبها اللون الاخضر يبقى هي عشار، وبكتب لك بي دي بوزيتيف وكاتب لك جنبها الرقم هي عشار بقى لها قد ايه. الجروب بتاعها الرقم بتاع البقره، اللاكت الموسم، الديزل ميلك اتلقحي كام مره لحد ما بقت عشار، الانترفال الفتره بين كل تلقيحه والتانيه كانت قد ايه او هيت والتانيه، هنلاقي هنا انترفال ثابته في الايه؟ زي الهيت 21 22. الاكشن المفروض البقره دي تتجفف والتاريخ اللي تتجفف فيه هي متاخره ولا لا، والمفروض حتى لو هتتجفف تاخد ايه؟ 28 يوم. 8 امال دي ايه ده؟ دي الفتره بين الفترات اللي كانت متلقحه فيها 21 بين التلقيحه والتانيه. دول الرقمين دي خدت تلقيحه واحده. تمام يعني احنا سيميليتد واحده، لكن ديت مثلا متلقحه مرتين، فالفتره بين دي ودي بين التلقيحتين كان واحده بعد 21 والتانيه بعد 22. تمام. بعد كده هنا ديتيلز لو احنا بنجفف بندي علاجات بتطلع لي العلاج اللي المفروض تاخده. تمام. ده بالنسبه للتنبيهات اللي موجوده هنا. التاسكس دي بقى دي الدراع اليمين للمهندس ابوتو، التاسكس دي بيطلع لي فيها البقر اللي المفروض ياخد هرمونات والمفروض ياخده الصبح، يعني انا بصحى الصبح بفتح التاسكس دي، ده بناء على البرمجه اللي انا بحطها. بيطلع لي الصبح المفروض ان البقره فلان رقم كذا وكذا وكذا ياخد رسبتال صباحي. في ثلاث بقرات المفروض يتجسوا، في ثلاث عجلات، في ثلاث بقرات تكفيف، في كذا، ده كل حاجه دي العلاجات برضه. ده التنبيه الاحمر ده مجرد ما تخش وتاكتف الكلام ده خلاص، مجرد ما تضيف الحاجات دي تضيف ان البقر ده المفروض يجد دي هتبقى صفر مجرد ما جس دول.
بعد كده عندنا الكي بي ايز. الكي بي ايز دي شويه حاجات كده بتديني اوفر فيو كده المزرعه رايحه فين. فبيديك الانسيمينيشن ريت قد ايه، بيديك الكونسبشن ريت قد ايه، النسب. النسب بتاعتي بناء على ايه بيعرف ان النسب دي كويسه ولا غلط. كويسه ولا غلط. هو بتنه جاي عامل ايه، بتنه جاي ضغط على دي واقول له انا عايز اعرض هنا ايه، وعايز اعرضه رسم بياني ولا جاست ان هو يبقى مربع زي ده. فبيقول لك الحاجات اللي متاحه اللي انت تعرضها، مجرد ما اضغط على الاكتيفيشن بتاعها من هنا او من هنا تظهر لي هنا. فمثلا الديزل ميلك ملهاش غير ان انا اطلعها كايه، كبوتوم، ملهاش ان هي رسم بياني. بعد كده ببدا ان انا بقول له، ببدا ان انا اقول له امتى اعتبر الحاجه دي كويسه جود، النسبه بتاعتها قد ايه، بغيرها من هنا، وامتى اعتبرها انها وحشه. لو هي كويسه هتطلع لي باللون الايه زي ما انا حاططها، الرينج بتاعها بين الاثنين دول هتطلع لي باللون الاخضر. لو هي وحشه هيبدا يطلع لي باللون الاحمر. ودي الجرافات الثانيه دي بالنسبه للداشبورد. ده الداشبورد الاول ما افتح البرنامج. بعد كده عندنا بقى اللي هو ايه، راس البقره. بقى راس البقره دي بحط يعني بدخل من عليها اغلب الحاجات اللي عندنا، دي الموديلات اللي موجوده في البرنامج. عندنا اول حاجه لازم اعملها لما اجي اجيب البرنامج ان انا ادخل حاجه اسمها السبلاير ليست. السبلاير ليست دي بدخل فيها اي حد موجود عندي في المزرعه، سواء دكتور، مهندس، ملقح، مورد للسيمن، مورد كل حاجه. دي اي حاجه بضيف فيها الناس اللي انا بتعامل معاهم. مثلا انا هنا هضيف واحد جديد، بضغط على نيو، وبعد كده بضيف اي حد. مثلا هضيف مثلا محمد. تمام، ادي عم محمد يضيفني بقى بالمره. هضيف، احنا هنا مش على البرنامج، احنا هنا على اللاب بتاعي. تمام. بعد كده بضيف البيانات بتاعته وبختار من هنا هو ده بيعمل ايه. لو هو ملقح، الملقح مش هيبقى فيت، هيبقى اوبريتور. طب لو انا عايز اخليه ملقح ودكتور يبقى فيت، بيورد لي بقر، اعلم على الايه الكلام ده. ده جوست اللي انا بضيف فيها البيانات بتاعه الناس اللي عندي في المزرعه. تمام، ضفت ايه، اوكي محمد. دي اول حاجه لازم اعملها، اضيف فيها كل الكلام ده كله. ثاني حاجه المفروض ان انا اضيفها، انا ضفت كده الملقح بس، المفروض ان انا اضيف التوقعات اللي عندي. اجي على السيرفيس بول، تبقى داخل عليها البول ريكورد، وبعد كده من البول ريكورد دي تسجيلات البولات اللي عندي. تاني جاي عامل نيو وضايف ايه، بسجله وفي فيديوهات تتنقل. سيرفيس بول ده الرقم بتاعه، رقم الطلقه اللي عندي. خلي بالك الرقم هنا مش هيقبل حروف، فلازم لما اجي اكتب السيرفيس بول اكتبه ثلاث ارقام هنا، اكتب النيم بتاعه. مثلا هكتب نفس الرقم هنسخه اهو. طبعا انت عارف ان الاسترو بيبقى عليه حروف وبعديه اتش، والسيرفيس بول اهو، اكتب هنا وهنا ويبقى هنا الرقم المعرض بتاعه، يبقى انا هكتبه ثلاث مرات هنا. تمام. عايز اكتب بقى صفات وراثيه، حاجات ثانيه، الاسم بتاعه، تاريخ الميلاد، ما علينا. انا ضفت كده الايه، الطلقه بتاعي اضافه. طيب انا كده خلاص ضفت الطلقه بتاعي، عايز اضيف انا عندي كام استرو، الرصيد بتاعي. فدي جاي داخل هنا السيم انفنتوري، الرصيد بتاع السيم، عامل نيو. فين جاي قايل لي انت تاريخ السيم ده اشتريته انت؟ اقدر ارجع بالتاريخ انا اشتريته. طيب الطلقه، اختار الطلقه اللي انا ضفتها. انا كنت مختار طلقه عامل ازاي، الرقم بتاعه، هكتب الرقم بتاعه فوق اللي هو كان ده. لا لسه ضايف، هختاره من القائمه. طيب لا، انا مثلا مش عايز اخش ارجع اضيف الطلقه، ممكن اقدر اضيفه من هنا، هيفتح لي نفس القائمه اللي انا كنت فيها المره اللي فاتت. اتكيت على زي اهي، اضيفه من هنا دايركت على طول. اخترت الطلقه بتاعي باتش. الباتش نمبر ده لو انا عندي سيمن جاي لي كام كذا باتش منه برقم فاتوره، اقدر اضيف ده. فلما الباتش اللي تخلص يقول لك ادخلك على الباتش الثانيه بتاعت نفس السيمن ولا لا، اقدر اكتب هنا رقم الفاتوره بتاعي. مين المورد؟ اختار المورد من القائمه بتاعتي اوريجينال. دي طبعا متضافه في الايه، في السبلاير. بعد كده نوع السيمن ده سيكسد ميل ولا فيميل ولا نورمال؟ نورمال. اللوكيشن بتاعه في التانك، رقم معلقه رقم كام؟ 3. اللون بتاع المعلقه اخضر. اشتريت منه قد ايه؟ اشتريت منه 100. كام واحد استخدمته؟ افرض انا كنت استخدمت منه ولسه ما سجلتوش، فبالتالي عايز اخصم دولت، استخدمت منه 10. طيب كام واحد باظ مني؟ باظ مني 5. نمبر ويست. يبقى انا عندي الاستوك بعد ما يخصم الاثنين دولت من دولت 85. سعر الاستوك كام؟ 200 جنيه. كانه جاي يعطيني على طول الايه؟ انا اشتريت بقد ايه؟ ب 200,000. تمام؟ اوكي، كده انا ضفت مخزن الايه؟ السيمن بتاعي. كده ده انا ضفت كده مخزن السيمن. في حاجات ثانيه بقى لسه، انا ضفت مخزن السيمن، فاضل اللي انا اضيف العلاجات بتاعتي. العلاجات بتاعتي هضيفها منين؟ ديلو تاسكس. بعد كده هتني جاي الميديسين ليست. جاي ضاغط على نيو، ضايف العلاج بتاعي. الريجستريشن نمبر رقم الفاتوره، او ممكن تكتب فيها اسم العلاج حتى هو كمان. تمام؟ فمثلا هسميها اف ام دي. تمام. ديسكريبشن ده اسم العلاج، اف ام دي. الوحده بتاعته بيتقاس بايه؟ بالملي. طيب البقره بتاخد قد ايه؟ السعر الملي قد ايه؟ المفروض سعر الملي 5 جنيه مثلا. بعد كده بيقول لي انت عايز فتره سحب. لو هو مضاد حيوي لازم اعلم على علامه الانتي بيوتيك.
وادي فتره السحب في اللبن وفتره السحب في اللحم، لان ده هيطلع لي في تقرير ايه، ممكن فتره السحب تبقى بالساعات وممكن تبقى بالايام. وعلم على الانتي بس كده، انا ضفت الانتي الايه، وعلم على شو ميديسن روبوت، لان ده هيديني في تقرير الايه استخدام الادويه كده. انا ضفت اف ام دي دي تمام، اضغط على اوكي، بيقول لك خلي بالك في فتره سحب للدواء ده. اوكي خلاص كده انا ضفت اسم علاج، ما ضفتش الايه الاستوك بتاعه، انا لازم اروح اضيف الاستوك بتاعه. هو اوتوماتيك لما ضفته بيقول له تضيف، انت اشتريت منه قد ايه، اقول له اوكي اني جاي، اختار العلاج بتاعك، هو مختار اف ام دي. بعد كده تاريخ الشراء، الباتش بتاعك كانت ايه رقمها، تاريخ الانتهاء الصلاحيه، فتحتها امتى، العبوات دي، اشتريت قد ايه، اشتريت قد ايه، ده على حسب الوحده، يعني انا العلبه 100 مللي وانا اشتريت خمس علب يبقى 5 في 100 ب 500، يبقى انا عندي 500 مللي منه في الاستوك. السبلاير ده مين اللي موردهم لي، الشركه الدوليه مثلا تمام. عايز تكتب اي ملاحظات، العلبه مفتوحه مثلا، في كذا، في علبه كذا، خلاص كده انا ضفت الاستوك بتاعي من الايه، من الكلام ده. كده انا ضفت سوك ستيمن، السوك العلاجات، اقدر بقى اللي عايز اضيف الحالات الصحيه واضيف المعاملات والكلام ده. عندنا هنا ميراس البقر في هيلث وتريتمنت، في حاجه عندنا البرشاز دي ميز خلص والميلسن ستوك خلصناها، في مش ميراس البقر، في حاجه اسمها ديري تاسكس، في ثلاث حاجات جنب بعض دول لازم نفرق بينهم في البرنامج. الهيلث كونديشن دي الحاله الصحيه، بقره تعبانه عندها ايه، التريتمنت دي المعامله مش العلاج، العلاج اللي بيتاخد للبقره بنسميه ميديسن، لكن التريتمنت المعامله. التريتمنت كده ممكن يكون تحصين، يعني تريتمنت فاكسينيتد، التريتمنت هوف تريمنج دي المعامله. فانا مثلا الهيلث كونديشن هخش عليها، دي القايمه اللي انا لما اجي اضيف لبقره حاله صحيه فيها كل دول، البرنامج بيبقى جاي فيه، طب انا عايز اضيف حاله صحيه جديده للقايمه دي نيو، واضيف الحاله الصحيه بتاعتي، الحاله الصحيه بتاعتي مثلا اسمها اف ام دي بقى. طيب الستاندرد تريتمنت، لو انا عندي تريتمنت بديه لها معامله معينه مربوطه بالحاله الصحيه، يعني انا هربط الحاله الصحيه ديت بمعامله، مجرد ما البقره يجي لها اف ام دي تاخد فاكسين، دي مش هنستخدمها قوي، فبلاش احط ايه ستاندرد تريتمنت. هتيجي جاي هنا بيقول لك الحاله دي بتكلفك قد ايه، لما حاله تجي لك ده ما يهمنيش، اللي يهمني هنا الكاتيجوري، الكاتيجوري دي الحاله الصحيه دي تبع اهم جزء في الجسم، تبع اللنج، تبع الاستومك، لان ده هيفيدنا في التقرير، فتبع مثلا دايجست مثلا. اوكي انا ضفت اف ام دي تبع الايه؟ دايجست. كده ضفت الحاله الصحيه. بعد كده عندنا التريتمنت ليست، دي قائمه الايه؟ العلاجات اللي هو المعاملات، المعاملات. هضيف نيو، ايه المعامله اللي انا اعملها؟ هسميها مثلا فاكس. المعامله اللي انا بعملها. طيب اهم حاجه برضك هنا الكاتيجوري. تبع ايه؟ المعامله دي تبع ايه؟ تبع الفاكسينيشن. تمام؟ تبع التحصيل. اوكي؟ انا ضفت المعامله هنا. فاضل ايه؟ فاضل التريتمنت، الميديسن. الميديسن كده احنا ضايفينه، الاف ام اي. تمام؟ كده انا ضفت ايه؟ المعاملات بتاعتي. انا كده مش محتاج حاجه. عايز بقى ايه؟ اخش القى، هدي لي ايفنتس طبعا الهندسه اكيد عارف انت الكلام ده. عايز اكتب رقم البقره اللي انا عايزها او اختار من ايه؟ من القائمه. اهي. انا جاي مختار من هنا. الاكشن بتاعك عايز تعمل ايه؟ يطلع لي كل حاجه. عايز تعملها هيت، سيرفنج، تلقيح، هي اصلا كده كده انسيمينيتد، بس انا هخليها برضه انسيمينيتد. التاريخ بتاعنا بتاع التلقيح اهو، عايز اغيره، اكتب اي تاريخ او اختار من القائمه. بعد كده نوع التلقيح عندك كذا نوع، اتلقحت بملقح خارجي سيرفس اي، ده راجل بيجي لي من بره. دو ات يور سيلف معناه ان عندي دكتور او ملقح مقيم في المزرعه، دي الاغلب هنستخدمها. ناتشورال سيرفنج اتلقحت بعجل طلوقه، وزبول امبلانت فيرتيكال سيرفنج معناه. هنا بقى بيقول لك كود الملقح. انا هنا ما ضفتش اللي هو، انا ضفت اسمي اللي هو كان احمد، بس هو مش ظاهر. مش ظاهر ليه؟ لان هو بيديني هنا ما بيطلعليش القايمه كامله، بيطلع لي اكتر حاجه انا بستخدمها. فانا هتني عامل ايه؟ الاي اي قصدي ده كود البول اللي انا ضايفه، اللي هو الرقم الاسترول، هختاره اهو، هو اول واحد. بعد كده نوع السيمن، الباتش بتاعه، لان ممكن يكون لك اكتر من باتش، فالباتش بتاعتها هي. طيب نوع السيمن نورمال، هو كده انا عارف ان السيمن نورمال. خارج كام سترول عشان يخصم من ايه؟ من الاستوك بتاعي. بعد كده سبب التلقيح تمام، هو هنا الاي اي كود ده المفروض ان هو يطلع لي الملقح. اه هنا مش طالع الملقح تقريبا، طب هرجعها دي دلوقتي. بعد كده لما اخلص ده ممكن احط مثلا انها كانت مسلبه، السلب كان معقد، الكلام ده كله. السبب بتاع التلقيح كانت ستاندنج ان هيت، ميوكس، الكلام ده كله. اضغط على ايه؟ اوكي. كده خلاص اتسجل لها اوكي. طب لو انا هسجل بقره ثانيه ان هي اتلقحت، هختارها
لو عارف رقمها هكتبها. عايز دي طبعا دي هو طلع لي هنا بيان ان هي اصلا اشار، هسجل لها نفس البيان شيفت او خلاص كده هتاخد نفس البيانات اللي انا هتلقاها. بيقول لك خلي بالك البقره ديت ملقحه اصلا، تمام؟ عايز تلقحها اوكي سجلت هي كمان، تنعمل شيفت او شيفت او كل التلقيحات خلاص. الميزه هنا في ايه في البرنامج؟ في ميزه بقى كويسه ان احنا عندنا حاجه اسمها الهيستوري. الهيستوري دي ميزه هتلاقيها هنا. الهيستوري بتجيبها منين؟ بتجيبها من راس البقره دي، لو دخلت كده تطلعها من هنا راس البقره. لو حد بيلعب في البرنامج اقدر ان انا اجيب الهيستوري ايه اللي حصل خلال كل دقيقه في البرنامج. بص كل دقيقه ايه اللي بيحصل، والهيستوري ده ما بيتمسحش. لو حد بيعدل في حاجه اقدر ان انا اجيب هيلث باتش انتري، الايفنت دخل ايه. ممكن اضغط على دوربرتس واختار الفتره اللي اشوف اللعب فيها، ممكن افلتر برقم الحيوان ده ايه اللي حصل فيه، ده ايه اللي حصل فيه، ده ايه اللي حصل فيه. تمام، فدي تجيب لك اللعب كله. تمام، بس ده ما بيتمسحش. بعد كده احنا عندنا السيرفيس بول داتا فاليديشن بروجرام ميديسن داشبورد الكوكب. نشوف الكوكب. الكوكب ده عندنا لو انا دخلت على كارت البقره ممكن اكتب اخش على كارت البقره من هنا او اكتب رقمها اخش عليها. طبعا زي ما احنا متفقين البقره دي انسيمينيتد، فالمربع المستطيل المحيط بيها لونه ايه؟ اصفر لانها انسيمينيتد. بعد كده كل المربعات اللي فوق ديت خاصه بنفس البقره، فبيقول لي ده رقم البقره الحالي، ده المفروض يبقى الايرتاج هو نفس الرقم. بعد كده ده اسم الحيوان نفس الرقم، يعني احنا ممكن نكتب كذا حاجه هنا. النوع بتاعها ده الجروب بتاعها. طب بمناسبه الجروب ازاي نضيف جروبات؟ احنا هنحتاج نضيف جروبات من راس البقره دي اللي تاسكس. بعد كده الانيمال جروب. الانيمال جروبنج دي المفروض في بدايه عملنا المزرعه القاطعه خالص لازم تضيف الانيمال جروب. الانيمال جروبنج اهو هنا جاي ضاغط في نوعين من الجروب، في حاجه اسمها بارين جروب وفيدنج جروب. احنا هنشتغل على الفيدنج جروب بس مالناش جروب. بعد كده هتنك جاي عايز تضيف نيو، تضيف رقم كام الجروب؟ رقم كام؟ 17، لان هو هنا خالص فاضل عند كام؟ 16. هضيف انا بعدين. طبعا انت لو انت عايز تعدل على جروب من اللي موجودين اقف عليه كليكين فتح لي الجروب رقم كام؟ 3، اسمه ايه؟ دراي كاو، وهكذا. عايز احذفه ديليت. هتلاقي قايل لك ايه؟ بيقول لك هنا دي كان ديليزيز جروب بيكوز ستيل كونتين. بيقول لك الجروب ده ما ينفعش تحذفه لان فيه حيوانات. موجود في حيوانات. موجود في حيوانات، لازم تشيل حيوانات منه الاول. تن عامل الجروب ده. طب انا عايز اعمل جروب انا دخلت في نفس الكلام اهو. تن جاي معلم على البقر اللي انا عايزه، اللي انا عايز انقله. كليك شمال موف تو، اختار الجروب اللي انا عايز اوديه. كل اسبوع. اتك على ايه؟ كنترول. طب عايز اخد باتش من دي ودي، يعني مثلا عايز البقره دي انا ممكن افلتر، يعني انا ممكن مثلا افلتر على النمبر الانيمال تايب، اضغط على شيفت فلتر هنا، فلتر على النمبر والانيمال تايب، في سهم جنبه افلتر مثلا على الستيتس، فلترت على الثلاثه دول. اني جاي اختار من هنا اعمل كده كليك دي، وبعد كده اختار اللي بعدها اضغط على شيفت واختار اللي بعدها، خلي اللي بينهم كلهم. هنا عامل ايه؟ موف. نرجع بقى لكارت البقره. خلي بالك اي حاجه بنفتحها بتفتح تحت المستطيلات اللي تحت، فانا هرجع من هنا. كارت البقره بقى بيقول لك الاستاتس بتاعتها ان البقره دي سيمينيتد. سيمينيتد من قد ايه؟ من كام يوم؟ بقى لها قد ايه سيمينيتد؟ الهيت جت في الهيت امتى؟ وبقى لها والتاريخ اللي عدى ده بقى له قد ايه من الهيت؟ سيمينيتد بتاريخ كام؟ اللي احنا لسه ملقحينها النهارده بقى لها صفر دي، اتلقحت باهل طلوقه اللي احنا لقحناها بيه، نمبر اوف سيمينيتد لقحت مرتين، تاريخ الدراي اوف ده اكسبكتد، بناء بيقول لك انها المفروض تتجفف في التاريخ ده. اكسبكتد كوفنج انترفال انها هتولد في التاريخ ده. الاكسبكتد كوفنج انترفال عطاها لك. بعد كده البادي ويت لو احنا مسجلينه هيظهر يوم. الكوفنج ديت اخر تاريخ ولاده لها. لاكتيشن دي اللي هي ديسيمال، لاكتيشن دي بقى عدد ايام الموسم اللي هي فتحت فيها. الموسم بتاعها كامل خامس، لو احنا ربطينه بالمحلب كام كيلو لبن في الميلك ميتر اللي هو قياس المحلب. لو احنا الميلك سبيد بتجيب كام كيلو في الدقيقه وبتحلب في قد ايه؟ 4 دقائق و29 ثانيه. الجنرال داتا لو احنا دخلنا على في نفس البقره هيديني البقره اتولدت في تاريخ كام؟ التاريخ اللي عندها عمر كام؟ 8 سنين و9 شهور. دي ريكاو في ميل لونها ابيض وكده. الترانس بتاعها اللي هي مربوطه بيه، عندنا البقره ممكن تتربط بخمس ترانسات. انا هنا رابطها بترانس واحد. تمام؟ الترانس بتاع المحلب. الفيد ده مش هنشتغل عليه دلوقتي. بعد كده الكاو كالندر دي بيديني نتيجه للبقره. كل ما اقف على حاجه هنا يقول لي الجروب شينج اتغيرت من الحظيره 4 لحظيره 7. هنا اتلقحت، اقدر ان انا اضيف الحلبات كمان، يطلع لي كيرفات الحلبات 1 2 3. لو انا ربطه بنظام مراقبه شياه هيجيب لي الاكتيفيتي، بيجيب لي الرومينيشن يرسمهم لي هنا الكيرفات بتاعتي. اللاكتيشن المواسم اللي عندي، البقره موسمين، موسم بتاريخ كذا وموسم بتاريخ كذا.
الموسم ده كان عمره فيه قد ايه وعمره قد ايه، اديز الملك هنا وهنا، وجابت كام كيلو؟ جابت 18000 كيلو في الموسم ده، وجابت في الكيلو ده كام. وطبعا دي القياسات بيعمل لك كالكوليتد ان المفروض ال 18 دولار فيهم كام كيلو لبن، كام كيلو فات، وكام كيلو بروتين، بناء على لو انت بتدخل الفات والبروتين. الملك ريكورد دي تسجيلات اللبن كلها، اللبن مربوط بالمحلب هيبقى القياس بتاع الملك ميتر. هيجيب لك هنا الثلاث حلبات كل يوم هتلاقيه مكتوب ثلاث مرات، بس طبعا هنا متلخبط عشان هنا مش مربوط بالمحلب اصلا. هيجيب لك البقره دي جابت قد ايه في كل حلبة. عايزين كل حلبة؟ اه كل حلبة جابت قد ايه؟ دي بقى دي المشكلة في الكلاوي، ممكن ما ينفعش مع الكلاوي، مع المحلب الكلاوي. ممكن ما ينفعش. فلازم محتاج ان احنا نبقى نوصل للنت ونخلي حد من الشركة بره يخش، يقول لنا هينفع ولا لا. لأن الكلاوي ده أنا هجيب الداتا بتاعته منين؟ لازم الداتا تبقى أوف لاين عشان أربطها بيه. هنشوف هما عندهم حل ولا لا. تمام؟ أنا هنا ممكن أجيب هنا جايب لي الموسم ده بس، لبن الموسم ده بس، ممكن مفتوحه مواسم كلها، اقول لاكتيشن يجيب لي كل مواسم البقر. الريبرودكشن دي الخانه اللي بيبقى فيها كل المعاملات التناسليه، الفيرتيليتي والهيت وتلقاحت والكلام ده كله. الهيت والهيلث دي بريفنتيف تريتمنت، اي تحصينات بضغط على البريفنتيف تريتمنت تظهر لي هنا التحصينات كلها متقسمه لوحدها. سكادول بروتوكول، برامج الهرمونات، برامج العلاجات، برامج كل ده تظهر لي هنا. لو انا ضغطت عليها وكان متسجل لها هتظهر لي هنا. اي حاجه تانية حالات صحيه هتظهر لي هنا التاريخ بتاعها. لو انا وقفت على الحاله الصحيه يجيب لي خدت علاج ايه، تمام، ويجيب لك البقره دي كلفت قد ايه علاج لحد دلوقتي. وطبعا اقدر اجيبها احدد الفتره في التقارير بقى. الكونديشن ده البادي كونديشن، لو احنا بنسجل بادي كونديشن، البادي كونديشن سواء الويت او كده، والموفمنت دي التحركات بتنقلك من حصيره كام لكام. تمام. البيديجري دي اباوع وما، تمام، ده بالنسبه للبودي كونديشن. طبعا بقى انت عندك بقى تقرير الفيرتيليتي ده يلف فيها، يعني انا حاطط ناقل فيديوهات على الفلاشه فيها الفيرتيليتي، شرح الفيرتيليتي، شرح الهيلث والتريتمنت، شرح الملك، شرح كل ده. تمام. في ايه تاني احنا ممكن نشوف؟ سبيس داتا ريبيت كونديشن ريكورد باتش انتري. اه لو احنا جايين بقى ندخل نسجل مثلا، طبعا الهرمونات والكلام ده هنعمله لها البرامج بتاعتها، احنا نرتب البرامج بتاعتها ونحاول ان احنا نظبط البرامج بتاعتها. بعد كده عندنا مثلا مديول الفيرتيليتي، مديول الفيرتيليتي بيديك طبعا الفيرتيليتي اناليسيس، ده تقرير الفيرتيليتي بتاع المزرعه كلها، ده تقعد تقلب فيه بقى الديزل ميلك وكم بقره عشار والكلام ده كله. رجعنا مثلا هنا في حاجه اسمها الفيرتيليتي بروبلم، ده بيديك اكتر مشاكل خاصه بالفيرتيليتي عندك، تقرير بيقول لك اكتر فترات كوفنج انترفال عندك لخمس بقرات. لو انا عايز ازود يجيب لي اكتر من 10 بقرات اضغط هنا وازود الرقم، هات لي 8 بقرات هتلاقي الرقم ده بقى 8 ويجيب لك البيانات بتاعتي. اكتر عدد اكتر 8 بقرات تلقحه عندك، ممكن تحط النمبر اوف انسيمينيشن الكلام ده كله. المهم في الموضوع ده كلته ايه؟ الريبورت رايتر، ازاي تكتب تقارير. الريبورت رايتر بكل اختصار بتضغط على راس البقره، بعد كده هنا راس البقره، بعد كده عندك الهرت، بعد كده الريبورت رايتر. الريبورت رايتر ده بتفصل اي تقرير انت عايزه. هعمل ايه؟ يقول لك انت عايز التقرير بتاعك يبقى فيه ايه؟ اكتب في السيرش هنا عايز الانيمال نمبر. مثلا اكتب نمبر انيمال نمبر. حلو، اقف عليها واعمل كده جت لي هنا. طيب عايز ايه تاني؟ عايز الديز الملك. دي في هنا بيقول لك عايز 7 ايام افريج ولا ديز انسيمينيشن ولا ديز ميلك. لو انت مثلا ملك هكتب ميلك مثلا ميلك الاكتوال ميلك، عايز الميلك. شوف كام حاجه تدور على ديز ميلك او ديز نوت ميلك او ديز ديفيشن او كل حاجه هنا. انا مثلا ديز ميلك اهو، ديز ميلك اختصارها ايه؟ دي اي ام. ديز ميلك اد برودكشن، ديز ميلك اد برودكشن، اضيف اللي انا عايزه واتك على السهم كده يجيب لي الكلام ده. نيكست دي بيقول لك عايز تفلتر على ايه؟ يعني مثلا عايز اجيب البقر اللي في الديزل ميلك من كذا لكذا، اضغط على زائد وتاني جاي ايه؟ كاتب الديزل ميلك. ديزل ميلك مثلا ميلك ميتر. ديزل ميلك اد بيت برودكشن ميلك ميتر مثلا، انا بعمل اي تقرير. تمام؟ بعد كده بيقول لي انت عايز هنا ايكوال يساوي بين اكبر من يساوي، تقعد تفصل التقرير اللي انت عايزه. بعد كده تضغط على نيكست، مش انا هشيل الفلتر ده. بعد كده نيكست. بيقول لك سم التقرير، هسميه اي حاجه. نيكست. بعد كده بيقول لك التقرير ده عايز فيه البقر الديري، البيف بول اللي ولدوا، المواسم، لانج ستوك، الكلام ده كله. نيكست. بعد كده بيقول لك ايه؟ تفصل التقرير بتاعي عدد
لو انت هتطبعه او كده فينش يطلع لي التقرير بتاعي هنا. عايز اخلي التقرير ده يطلع لي في اكسل اضغط هنا بس يطلع لي في اكسل في لحظه احفظ الاكسل بتاعي. تمام، دي نظره عامه على البرنامج. الفيديوهات فيها كل حاجه تمام، بس احنا بس ندخل الداتا. طبعا الهندسه انت عارف ازاي الداتا بتخش، عارف اللي هو الداتا بتخش دي في باتش انتري انرول انيمال. يعني لو احنا باتش انتري انرول انيمال ادخل حيوان تمام، تحدد السكس ميل انيمال تايب دي انيمال، الجروب تختار الجروب اللي هم فيهم تدخل جروب جروب ماشي، الكالر بلاك اند وايت، البريد تختار البريد مش موجوده تضيفها من هنا هولشتاين اهو، النوع ان هم اتولدوا في المزرعه ولا شارينهم ولا ادخالات اتولدوا في المزرعه. هنا دي مهمه بقى، هتعلم هنا على اللي هو الترانسبوندر لو انت قلت لهم بالترانسبوندر بتاع محل عشان نضيف. طيب لا ده في حاله ان انا عايز اضيف، انا كده بضيفهم كانهم عجلات، لكن لو هي والده يبقى انا هضيف اللاكتيشن نمبر وتاريخ الولاده بتاعتها. ده ادخالات مره واحده، هتبني جاي هنا رقم الحيوان اهو اكتب الرقم بتاعه اتولد امتى، طب انا ما اعرفش التاريخ بتاع الولاده بتاعته اديله تاريخ تقريبي ارجع بسنتين اهو، النوع بتاعه هو ملا النوع، الجروب بتاعه ملاه لان انا مختاره الاول انا بضيف جروبات، بورن انفار الترانس بتاعه، الترانس بتاعه تاريخ كم موسم، موسم رابع لازم ما دام دخلت كم موسم لان اخترت ورا اختار هي ولدت امتى عشان يعتبرها بقره. اه انا لو رجعت اتعلمت هنا ايه ان انا عايز ادخل ترانس بوردر ارجع خالص اهو، انا بختار الاول الحاجات اللي انا بدخلها معلومات عامه عنها خالص اهي. بعد كده بقول له، بيقول لي عايز تدخل بيانات ثانيه، بقول له اه عايز ادخل الترانسبوندر خاص بالمحلب وعايز ادخل الموسم. انا عندي هيبقى في رقمين ايرتاج، خلاص علم على ايرتاج الالماني، خلاص علم على الاثنين. عايز تضيف كمان الاسم وتكتب فيه رقم مفيش مشكله يعني براحتك، ثلاثه هم هتلاقي انك جاي هنا هتلاقيه ضاف لك الايرتاج والنمبر وهتلاقيه ضاف لك كمان النيم هنا فاضيين هم لسه ما فهمش. ايوه ما دام انا ضفت ان انا عايز اضيف الموسم، هي كام موسم، يبقى دي جاموس، يبقى دي ايه، يبقى دي بقره، يبقى انا لازم ايه، يبقى لازم اختار الكوفن جديد تاريخ الولاده بتاعها ولدت امتى. لو انا هضيف عجله يبقى انا ايه عجلات، يبقى انا اشيل ايه اللاكتيشن. خلي بالك بعد كده هتبقوا منضافين، يعني انا لو ضفتها خلاص انضافوا، انضاف عندي في بقى. في طريقه ثانيه ان انا اخش هنا خلاص، بس طريقه ده كلام منفصل يعني، ادي لي اللي هو لا مش مهم كده 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 الانيمال ريكو تمام، وتيجي بقى تدخل حيوان حيوان. لو انت عايز تعرف امها وابوها ايه ادي نيو هيطلع لك اسم الحيوان، رقم الحيوان اسمه، تاريخ الولاده ميل ولا فيميل، والترانس تكتب الترانس هنا، البيدجري امه وابوه كانوا مين، هو طبعا مش راضي يعمل عشان انا ما اكتبش رقمه تمام اهو البيدجري بتاعته. لازم اهم حاجه في البيدجري تختار ان هو ديري كام، ان هو حيوان ديري كام تمام. ممكن تختار امه وابوه لو عندك القطيع، اكسترا تقدر تضيف اسم كبير، اسم هيرد، الكلام ده كلته، نوع الحيوان بورن انفارم او كده، وتضيف الحيوان ده. طيب كده بقى طبعا انت عارف ازاي تدخل توقيحه، ممكن من هنا من الكارته بتاعت البقره خش على خانه الريبرودكشن، عايز هيت، عايز انسيمينيشن، عايز بريجنانسي، طبعا دي بقى دي دراي اوف لانها مش اشار، ما فيش حاجه تتفعلها هنا. طيب علاجات وتحصينات من هيلث لحد ما نعمل البرامج، نشرح بقى ازاي ندخل البرامج كلها مره واحده تمام. ده الهيلث كونديشن والتريتمنت والميز، بس ده كل حاجه النهارده. الفيديوهات شرحها كل ده بالتفصيل، في فيديو خاص بمشروع الوزاره انا نقلته على الفلاشه.